أهلا بكم في اقتصادي تسعة. تأتي دعوة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لزيارة المملكة المتحدة تأكيدا على دور دولة الكويت المؤثر وخطوتها الصادقة تجاه القضايا التنموية، وهو ما سيعزز غدا مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بإقامة احتفالية رمزية تظهر حكمة الكويت المتأصلة في قيادتها السياسية الداعمة لاقتصادات الدول وشعوبها. التقرير. توطيد عرى التعاون وترسيخها سمة العلاقات الكويتية البريطانية التي اتخذت طريق التنمية والتطور نهجا لها في العديد من مجالات الحياة. فعلى مدى 24 سنة وقرن تحدى البلدان الصديقان العوائق والصعاب لتعميق الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، حيث كانت ولا تزال في نمو دائم ومتشعب، ليس باعتبارها وثيقة وتاريخية فقط، بل لأنها حاضرة ومعاصرة لقضايا الساعة المتضمنة لملفاتها الملف الاستثماري والملف السبراني، اللذان يستحوذان على نصيب هام من رؤى القادة وأولوياتهم المطروحة على الساحة الدولية، وأيضا لقيمتها المضافة وقوتها في مجالات أخرى صناعية ودفاعية وتعليمية وثقافية وعلمية. بعد الحدود الجغرافية لم يكن يوما عائقا أمام الأعوام الطوال التي عاشتها دولة الكويت جنبا إلى جنب مع حليفتها المملكة المتحدة، بهدف استكمال آليات التعاون الثنائي وتشجيع الشراكات المجدية للطرفين من خلال مواصلة استكشاف الفرص الواعدة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، والعمل سويا على رفع معدلات التبادل التجاري وتبادل الخبرات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوي في الاقتصادات الوطنية، وأيضا عبر إسهام بريطانيا في تعزيز عمليات تطوير القدرات المؤسسية الداعمة للتخطيط التنموي في الكويت. التفاهم المتبادل والتنسيق الجاد مهد الطريق للانطلاق نحو آفاق استثمارية طويلة الأمد، وأثمر بتمتين شراكتهم الاستراتيجية الشاملة لمواكبة التطور التقني في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والارتقاء بمستواها الاقتصادي والاستثماري القائم منذ عشرات السنين، بما يعود بالمنفعة للبلدين وشعبيهما الصديقين. 70 عاما من الموثوقية الاستثمارية التي سبقت استقلال الدولة ب8 سنوات عبر مكتب الاستثمار الكويتي في العاصمة لندن، صاحبة ثاني أقوى مركز مالي عالمي بحنكته في إدارة أنشطة صناديق تتضمن أصولا للأسهم والعقارات، بالإضافة إلى علاقته الجيدة مع بنك إنجلترا المركزي ودوره الحيوي في تحقيق نسبة كبيرة من الإيرادات. الأعوام المقبلة حبلى بكل ما من شأنه زيادة التجارة السنوية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، بالنظر إلى وجود المنتجات والخدمات التي تشكل مصدر فخر واعتزاز للجانبين، وإلى جهودهما الحثيثة لزيادة حجم التبادل التجاري الحالي البالغ نحو 5 مليارات دولار، ومحاولات استشراف المستقبل في ميادين جديدة واستمرارها في العمل الدؤوب لإنجاح مفاوضات التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لمصلحة الطرفين وبقية الشركاء والأطراف الخليجية المعنية بهذه الاتفاقية الواعدة.